للمزيد من المتابعة حول القمة النارية النهائي المبكر ما بين إيطاليا وإسبانيا بينضم لينا عبر الهاتف ناقد رياضي شريف عبد القادر. أستاذ شريف، برحب بيك في ربع ساعة رياضة. لو شفنا تاريخ إيطاليا في يورو 2020 في المجموعات والنوك اوت الادوار الاقصائيه، كمان لو شفنا سجل اسبانيا، ترجح النهارده الماتش النتيجه بتاعته تكون لصالح مين؟ يعني طبعا زي ما قلت في التقرير، المواجهه متكرره والمواجهه يعني زادت سخونه وصعوبه مع قوه المنتخبين وادائهم طوال مشوارهم في البطوله، سواء في ادوار المجموعات او في ادوار الاقصائيه. هي هتبقى مواجهه بين صلابه دفاع ايطاليا وقوه هجوم اسبانيا. صلابه يعني الاستحواذ الكبير لاسبانيا ضد يعني التنظيم الدفاعي اللي شفناه طوال مباريات ايطاليا. بالتاكيد مواجهه صعبه. بس لاول مره برضو يا استاذ شريف، معرفش تتفق معايا ولا لا، ايطاليا بتقدم نموذج يعني مغاير شويه اللي احنا يعني كنا متعودين عليه. ايطاليا مش بس بتلعب بقوه في الدفاعات، لا، ايطاليا في النسخه دي بتقدم كره جميله وهجوم منظم. انا مع حضرتك، بس هي الاستحواذ بتاع اسبانيا قد يحرم الايطاليان من تنظيم هجمات سريعه او يعني رد فعل يكون، لان الاستحواذ بيبقى كبير جدا. عودنا المنتخب الاسباني طول مبارياته حتى في البطوله نسبه استحواذ عاليه جدا على المنافسين. دي هنا هتبقى النقطه الفاصله في لقاء اليوم. طبعا كل الترشيحات صب في مصلحه ايطاليا على ادائها والتطور الكبير جدا، وان مانشيني احسن مدرب طوال البطوله في قياده المنتخب الايطالي، حتى سواء في دور المجموعات او في الادوار الاقصائيه. ولكن يبقى المنتخب الاسباني بافكار مدربه واللعيبه المميزين اللي موجودين في صفوف الفريق، خاصه وانه جيل جديد للمنتخب الاسباني. شفنا عناصر كتير شابه، يمكن في سته منهم هيلعبوا في الاولمبياد في المنتخب ده، هيكونوا موجودين في الاولمبياد مع منتخب مصر. لا، في المباراه هتبقى قويه جدا في النقطه دي تحديدا. استاذ شريف، لو احنا نتكلم على العناصر الشابه، يعني ايه هي نقاط قوه المنتخب الاسباني، مفاتيح لعب المنتخب الاسباني، وفي المقابل نقاط قوه المنتخب الايطالي ومفاتيح لعب عقل المنتخب الاسباني. عقل المنتخب الاسباني هو بيكون عنده محطه، يعني زي مثلا عندنا عبد الله السعيد ومجدي قفشه، المحطه اللي بيبني عليها كل هجمات المنتخب الايطالي هو ده، وبيركزوا عليه جدا، وعنده قوه في التسديدات، قوه في نقل الهجمه بسرعه شديده جدا. مع السرعات الموجوده دي هيكون عنصر مهم جدا في المنتخب الايطالي. الناحيه الثانيه خبرات بقى بوسكيتس كوسط ملعب، بيدي افضليه في الاستحواذ لوسط ملعب اسبانيا لهجمات منظمه كثيره جدا، قطع الكرات الخطر على مرمى اسبانيا. كل ده دي عناصر مهمه جدا، وعناصر هيكون ليها دور فاعل في مباراه اليوم. عظيم جدا. احنا طبعا النهارده مع يعني قمه ناريه تجمع ما بين ايطاليا واسبانيا، اكيد النهارده كلنا هنتابع الماتش الكبير ده. ناقد رياضي الاستاذ شريف عبد القادر، بشكرك شكرا جزيلا. احنا لسه مكملين معاكم في يورو 2020. النهارده كمان المنتخبين الانجليزي والدنماركي بيختتموا تدريباتهم استعدادا لمواجهتهم المرتقبه بكره في الدور نصف النهائي من البطوله. منتخب الاسود الثلاثه مشواره كان مميز جدا في البطوله ده، بعد ما اتاهل من دور المجموعات في صداره المجموعه الرابعه برصيد 7 نقاط، فاز على المانيا في دور 16 بهدفين دون الرد قبل ما يقصي اوكرانيا في ربع النهائي باربع اهداف نظيفه. في المقابل المنتخب الدنماركي بيتاهل من دور المجموعات في المركز الثاني في مجموعته بعد بلجيكا، بينجح في الفوز على ويلز في الدور 16 باربع اهداف نظيفه، وكمان انتصر على تشيك في ربع النهائي بهدفين لهدف.